نأخذ من الفكرة أسمى غايتها ونقطف من الثمر أجمل القطاف، لنأتي إليكم محملين بالحكايات وقضايا المدينة، فأهلاً ومرحباً بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة الإعلام الرسمي صوت الشرعية المفقود في عدن، والبريقة ذاكرة الزمان وجمال الطبيعة. الإنشاد قصة نجاح في حياة الفنان حسين عبد الصمد. تبقى عجلة الحياة تدور ما بقي الإنسان، ومثل ما عودناكم مشاهدين الكرام فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة لنتابع. ناقش لقاء موسع في مدينة عدن المشاكل والصعوبات التي تواجه جهود الإغاثة الإنسانية في المدن اليمنية. اللقاء الذي ترأسه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح أكد أهمية مضاعفة الجهود المجتمعية في المجال الإغاثي وتوصيل المساعدات لمستحقيها أينما كانوا وفي عموم المحافظات دون استثناء. اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم على مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى الجمهورية التعليمي في العاصمة المؤقتة عدن. الوزير وخلال زيارة تفقدية للمستشفى وعد بتوفير الدعم اللازم لمركز الغسيل الكلوي واستكمال أعمال الصيانة فيه وتوفير المستلزمات والمعدات الطبية للمستشفى، بالإضافة إلى صرف مستحقات الكادر الطبي. وفي سياق متصل، تسلم وزير الصحة من لجنة الصليب الأحمر في اليمن 70,000 فيالة لمرضى السكر في عدد من المحافظات اليمنية، كما بحث مع رئيسة البعثة إمكانية إعادة تأهيل مركز الطوارئ بمستشفى الجمهورية ودعم المركز الجراحي في مستشفى عدن ومركز الأطراف الصناعية بمديرية المنصورة باعتبارها أهم المراكز التي تقدم الخدمات الصحية لجرحى الحرب. كرم وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس أوائل الثانوية العامة من الطالبات في مدينة عدن ممن حصلنا على معدلات 100% خلال الفصل الدراسي المنصرم. وأشاد الوزير خلال زيارته لثانوية باكثير في منطقة صيرة بمدى الانضباط التربوي مع بداية العام الدراسي الجديد، مثمنا الجهود التي يبذلها التربويون من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في عدن ومدارس الجمهورية. شارك وزير الإعلام معمر الإرياني في حملة إعادة ترميم بعض شوارع العاصمة المؤقتة عدن التي تنفذها مبادرات شبابية في بعض أحياء مديريات صيرة والمعلى وخور مكسر. وأشاد الوزير الإرياني بتفاني المواطنين وحرصهم على إعادة بناء ما دمرته ميليشيا الإنقلابيين في الحرب التي شنتها العام الماضي على مدينة عدن. أحيت منظمة الحزب الاشتراكي في عدن أربعينية عضو لجنتها المركزية البرلماني السابق اللواء صالح ناجي الحربي الذي قضى في حادث مروري منتصف أغسطس الماضي، بينما كان مع عدد من قيادات الصبيحة في مهمة لعقد صلح قبلي بمديرية طور الباحة محافظة لحج. فعالية حفل التأبين عبرت عن الدور الوطني والنضالي للفقيد في مختلف مراحل حياته النضالية والسياسية والحزبية، مرورا بالبرلمان وجمعيات المتقاعدين والزراعيات وأدواره المجتمعية الخيرية. بعد أكثر من نصف قرن من العطاء، تلفزيون عدن يختفي من عدن، كان ذلك بسبب الحرب وأوضاعها، واليوم انتهت الحرب واستنفذت أسباب الغياب، فهل يعود تلفزيون عدن إلى أرض الوطن؟ أكثر من عام ونصف على انتهاء الحرب في عدن، ومؤسسات الإعلام الرسمي لا تزال مغيبة عن الساحة المحلية، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة لدى المهتمين والمتابعين عن أسباب غياب صوت الشرعية في العاصمة المؤقتة. قناة عريقة، مستحيل ثالث تلفزيون في الوطن العربي وأول تلفزيون في الجزيرة يتم تهميشه من العار من العار من العار. راحت أيام الزمن الجميل، فين الإذاعة، فين قناة عدن، فين الإذاعة اللي كانت تبكر من الصباح والأغاني المشرقة والأغاني الجميلة تسمع على الصباح، عاد في شيء.
الأسوأ من استمرار توقف الإعلام الرسمي في عدن الدمار والنهب والعبث الذي طال مؤسسات الإذاعة والتلفزيون أثناء الحرب وقضى على ذاكرة نصف قرن من الإنتاج الإعلامي، لكن ذلك كما يقول المراقبون لا يبرر استمرار توقف هذه المؤسسات ولا يعفي الحكومة وقيادة المحافظة من المسؤولية. مدينة عدن أصبحت محررة، أصبحت آمنة، إذن ما الداعي لكل هذا الوقت لإغلاق هذه القناة، قناة عدن الفضائية، وبث القناة من هناك من المملكة العربية السعودية؟ نطالب الجهات الرسمية بإعادة تشغيل قناة عدن الفضائية من عدن التواهي، ومستعدين من يوم غدا أن نعمل ليلا ونهار لإعادة تشغيل قناة عدن وعودة بثها من داخل مدينة عدن. وإننا يا فخامة الأخ الرئيس في انتظار قراراتك الصائبة والسريعة التي ستكفل لنا جميعا الحفاظ على إرثنا التاريخي العريق. قطاع التلفزيون والإذاعة ناله النصيب الأكبر من الضرر باعتباره الوسيلة الأكثر صموداً في وجه الميليشيا الإنقلابية، حيث ظل التلفزيون يواصل البث طوال فترة الحرب حتى اجتاحته الميليشيا في 8 مايو عام 2015، الأمر الذي عرض المبنى للنهب والدمار. توقف قطاع تلفزيون وإذاعة عدن ألحق الضرر ب450 موظفاً أساسياً و174 متعاقداً و90 مساهماً و180 محال للتقاعد، جميعهم توقفت مستحقاتهم المالية منذ يناير 2015 نظراً لتوقف الموازنة التشغيلية للقناة، والتي تقدر بأكثر من نصف مليار ريال، الجزء الأكبر منها مستحقات الموظفين الذين أضحوا عاطلين عن العمل وفي عداد البطالة المقنعة. وقفات احتجاجية عدة نفذها منتسبو تلفزيون وإذاعة عدن ومساع حثيثة بذلها مسؤولو القطاع لأجل عودة بث القناة من مقرها الرئيس في التواهي بدلا من الرياض، لكنها محاولات باءت بالفشل ولم تلق تجاوبا من الجهات الرسمية باستثناء وعود حكومية آخرها تصريح وزارة الإعلام بأن الإذاعة والتلفزيون ستعاود البث من عدن بعد 3 أشهر وربما مطلع العام القادم إن صدقت الوعود. الجميع هنا يطالبون، كافة جميع الموظفين وأيضا المساهمين يطالبون وزير الإعلام بفتح هذه القناة وأيضا أن يكون على وعده. يكتسب تلفزيون وإذاعة عدن أهميتهما باعتبارهما من أقدم المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط، واستمرار توقفهما يهدد بانهيار هاتين المؤسستين ويعرض تاريخ وحضارة مدينة للاندثار. الأستاذ غسان الشعيبي مدير الإعلام والعلاقات العامة في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم نتحدث عن أسباب عدم عودة تلفزيون عدن من السعودية إلى اليمن أو إلى عدن تحديدا، ما هي الأسباب وما هي المعوقات التي تقف أمام عودة التلفزيون إلى عدن؟ أهلا وسهلا بكم، نرحب بقناة بلقيس، نشكركم على هذا اللقاء. كما تعلمون الأسباب كثيرة الذي حالت دون عودة قناة عدن الفضائية إلى العاصمة عدن. من أكبر هذه المعوقات هو الاحتلال الأخير لعدن من قبل عصابة المخلوع والحوثيين، والذين سطوا على هذه المباني كما سطوا على كثير من المباني الحكومية وهذه المنشآت الحكومية والمؤسسات. دمروا تلفزيون عدن وقناة عدن، نهبوا الكثير منها وسرقوا، تم سرقة الهنجر الجديد الذي أقيم بما يقارب $1.5 مليون في حقات ومعاشيق. عندما وصلت هذه القوات الهمجية، وأنتم تعرفون أنهم لديهم مؤسسات يستهدفون الإعلام بشكل كبير، دمروا هذا الهنجر وأخذوا كل ما فيه، أخذوا الكاميرات من تلفزيون عدن، وهذا كان السبب الرئيس لعدم عودة قناة عدن إلى عدن. هناك أسباب أخرى ثانوية، ومنها على المدى البعيد أو القديم كما نسميه، وهو التدمير الممنهج من قبل المخلوع لهذه المؤسسة الإعلامية الرائعة كأول تلفزيون في الجزيرة. أثقل كاهل هذه المؤسسة بكثرة العمالة، بنقص الميزانية، بالمحاربة، بتولية يعني من هم في كنفه ومن يخدموه،
هذه الأسباب وأسباب كثيرة أدت إلى تأخير قناة عدن وعودتها إلى عدن. نعم، هناك من الكادر الآن في عدن يتحدث بأن من كادر المهندسين والعاملين أن الآن التلفزيون ربما الوضع أصبح أكثر أمنا وممكن أن يعود من السعودية إلى عدن، هل صحيح هذا الكلام؟ طبعا السلطة المحلية بقيادة اللواء الزبيدي عملت جاهدة منذ توليه المنصب هنا محافظ العاصمة عدن على الحرص على عودة الإعلام في عدن سواء المرئي والمقروء والمسموع. نزلنا كلجنة مكلفة من الزبيدي إلى تلفزيون عدن وعدنا سور عدن المهدم، سور التلفزيون المهدم، وعدنا الأبواب التي كان المبنى هيئة التلفزيون كلها مفتحة. نعم. وقمنا بصيانة بعض الأشياء التي كنا يعني استطعنا أن نصينها بدعم من الزبيدي، ووفرنا الحراسة وغلقنا الأمور والتقينا بالتلفزيون، وعمل بعض المخلصين من المهندسين والرائعين في التلفزيون على أنه تجهيز الاستديو أو شبه ليكون التلفزيون أو المبنى مهيئ للبث. عملوا جاهدين لكن هناك أجهزة ناقصة، لا زالت أجهزة تحويلية ناقصة، لا زال الاستديو رقم واحد الذي نهب غير موجود، الاستديو الحديث والشاشات. ما الذي يمنع توفر هذه الأجهزة الآن؟ هل هي السيولة، الميزانية؟ الميزانية التي قدمت من قبل التلفزيون للسلطة المحلية بصراحة هي كثيرة، قدموا ما يقارب أكثر من 28 مليون ميزانية، والوكالة و14 أكتوبر وغيرهم قدموا ميزانيات، هذه الميزانية كانت أكبر من استطاعة السلطة المحلية. تواصلنا مع الوزارات، تواصلنا مع وزارة الإعلام، أبدوا تعاون، لكن التعاون لم يكن ملموس وجدي، كان خطط عمل ولكنها الآن لم ينفذ منها شيء. يعني أنتم ترون أن هناك إلى حد ما إهمال وتراخي من قبل السلطات في عودة التلفزيون إلى أو الحكومة في عودة التلفزيون إلى عدن؟ الحكومة إلى الآن لم تبذل أي جهد ملموس من أجل إعادة التلفزيون إلى عدن. أستاذ، كما ذكرتم أن التلفزيون عودته يحتاج إلى مزيد من الأجهزة والمعدات، ولكن الإذاعة تحتاج إلى يعني معدات أقل ومجهود أقل، على الأقل لماذا لم تفتح أو تعاد إذاعة عدن؟ إذاعة عدن مثلها مثل التلفزيون، هناك برضو إثقال في العدد الكادر ما يقارب 280 أو ما فوق. الإذاعة الإف إم دمرت بالحرب، جهاز الإف إم في الجبل دمر، وجهاز البث الموجات القصيرة والمتوسطة والطويلة هذه اللي في الحسوة برضو تحتاج إلى صمامات، وهذه الصمامات مكلفة، قدموا التقرير من الإذاعة أنه تحتاج ما فوق 200,000 دولار تقريبا، وبرضو خاطبنا الوزارة قالوا أنهم لا يستطيعوا أن يوفروا، وبرضو قدمنا لهم مشروع FM، إذاعة FM كمشروع إسعافي وسريع للمحافظة، الوزارة قالوا أنهم لا يستطيعوا أن يملكوا ما يقارب 50,000 أو 60,000 دولار لتوفير أو إلى 100,000 دولار لتوفير قناة إذاعة FM للعاصمة عدن. السلطة المحلية تسعى حثيثة لتوفير هذه الإذاعة إن شاء الله، نأمل أن نستطيع توفيرها قريبا، نأمل من الوزير الحالي أن يكون مبادر معنا وأن يقدم الأفضل بإذن الله تعالى إن شاء الله. نحن يعني مستمرين في المتابعة لإعادة هذه الصرح الإعلامي الكبير وهو تلفزيون عدن وإذاعته. 14 أكتوبر كما تعلم المحافظ دعم مبكرا هذا الصحيفة بما يقارب 10 مليون، طلبوا هذا الدعم والمحافظة استجاب مباشرة، ولكنه للأسف لا نعرف ليش لماذا لم يستمروا، بالرغم من موعدونا أنهم بهذه 10 مليون سيستمروا لفترة طويلة. نعم. لكن للأسف توقفوا، كما يقولون أنه هناك أعطال في المطبعة وغيرها، ونحن الآن نسعى إلى إذن الميزانية والأجهزة والكادر الكبير ربما تكون هي أحد الأسباب أو أهم الأسباب التي تمنع عودة التلفزيون وإذاعة عدن إلى عدن. نعم. ولكن هل هناك يعني أسباب أخرى أو أيادي خفية أو أشخاص معينين لهم مصلحة في عدم عودة التلفزيون إلى عدن؟ زي ما قلت لك، أولا تدمير المباني والمنشآت من قبل الاحتلال الحوثي العفاشي لعدن. هذا السبب الرئيسي. هناك الأسباب الثانوية التي ذكرتها أنت، كثافة الكادر والأسباب المادية والميزانية، أيضا
لانه تردد موجود الى في الرياض، ووعدونا انه يعيد تدريجيا، لانه مستحيل ان يكون هناك ترددين لقناه واحده الشرعيه والسلطه باعتبارهم في اتجاه واحد في الوقت الحالي. عندما سطى الحوثيين على تردد قناه عدن وهم يبثون باسم قناه عدن، هل لا يزال هذا البث الى حد اليوم؟ لديهم تردد اخر ونسعى الى عادته اذا عاد ان شاء الله، وقدمنا خطابات كثير للوزاره. هل يمكن ان تعالج هذه المشكله ويوقف بث الحوثيين من تردد قناه عدن؟ هذا محتاج الى اراده سياسيه واراده من الحكومه، هم اللي وزاره الاعلام اذا ما سعت حثيثا لتوقيف هذا البث ستعمل ان شاء الله على توقيفه ان شاء الله. بالنسبه للرواتب، هناك من كادر يقولون انه من تلفزيون عدن الموظفين انهم لم يستلموا رواتبهم منذ فتره، فهل يعني هل هذا ما هي المشكله الحقيقيه الواقفه وراء هذا الموضوع؟ هناك موظفين رسميين في القناه ما يقارب 500 موظف، هؤلاء اعتقد يستلموا رواتبهم الى الاشهر ما قبل شهرين، قبل تحويل البنك المركزي وقبل توقيف الرواتب من البنك المركزي من صنعاء. هناك موظفين متعاقدين ما يقارب 200 متعاقد، هؤلاء صحيح لا يستلموا رواتبهم لهم شهور عديدة، وهناك مشاركين أو مع القناة ما يقارب 90، هؤلاء برضو لم يستلموا رواتبهم. كيف ممكن أن تحل هذه المشكلة، مشكلة الرواتب الآن مع عودة البنك المركزي إلى عدن؟ هل يمكن أن تصرف لهم الرواتب من البنك؟ عادة البنك وعادة الحكومة، ونحن نخاطب الحكومة بأن يلتفتوا إلى هؤلاء الناس، ولكن الأساس هو عودة القناة. إذا كان عادت قناة عدن وعاد تلفزيون عدن ستعود كل شيء، سيعود الرواتب إن شاء الله. في حين عودة تلفزيون عدن، السياسة المتبعة التي سوف تكون، هل سوف يتم تغيير سياسة التلفزيون؟ سياسة مشتركة نحو البرامج، مثل ما ذكرتم أن هناك كان سياسة ممنهجة لتدمير التلفزيون عدن من خلال إثقاله بالكادر وإلى آخره، وكذلك البرامج المقدمة كانت إلى حد ما رديئة، هل سوف تتم يعني نهضة للتلفزيون نستطيع أن نقول؟ إن شاء الله نحن سنعمل على البحث عن الكادر المبدع في قناة تلفزيون عدن، هناك كوادر مبدعة ولكنها هضمت في السابق، سنحاول أن نعيد هذه الكوادر إلى مواقعها إن شاء الله، ونحن نأمل منهم أن يوصلوا صوت عدن أولا وكل الأصوات الموجودة والحقيقية والصحيحة في عدن، ونأمل منهم أن يطوروا برامج عدن إلى ما هو أفضل. الفساد المالي والإداري الذي كان موجودا سابقا في تلفزيون عدن، هل سوف يتعرض المسؤولين له للمساءلة في حالة عودة التلفزيون إلى هنا؟ كما أعلم الآن لديهم مدير مالي وإداري من أفضل لا، أنا أقصد سابقا خلال النظام السابق، يعني هناك البعض من يتحدث عن فساد مالي وإداري كان في موجود في التلفزيون. هناك عندما يعود القضاء إن شاء الله وتعود النيابات أكيد في قضايا فساد كثيرة ستقدم إلى القضاء. ماذا عن التوظيف؟ هناك مثل ما ذكرتم متعاقدين وكانوا مساهمين كذلك، هل يمكن أن يتوظفوا في حالة عودة التلفزيون إلى عدن واستقرار الوضع؟ عمل القائد محافظ عدن إدريس الزبيدي سعى سعيا حثيثا لإيجاد وظائف شاغرة للشباب الذي هم كثر في عدن، ولكن هناك أشياء كثيرة تحول دون هذا الموضوع، لأنه الآن صندوق المعاشات أو صندوق التعاقد هناك كثير من هم محتاجين لحالة إلى التقاعد وقد بلغوا الأجلين. نعم، هذه كانت مشكلة موجودة منذ فترة، المتقاعدين غير مسرحين من داخل تلفزيون عدن لعدم وجود الميزانية لتقاعدهم، وكذلك عدم وجود الكوادر التي سوف تحل بديلة عنهم. إذا الحكومة قامت بتفعيل صندوق التقاعد وأحالت أصحاب الأجلين التقاعد، سيكون هناك إن شاء الله فرق كبير لاستيعاب المتعاقدين والجدد إن شاء الله. إن شاء الله في كل المجالات. أستاذ غسان الشعيبي، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم. مشاهدينا، تلفزيون عدن هو جزء من التاريخ الحديث ومن ثقافة العدنيين، والمطالبة بعودته هي مطالبة بعودة نصف قرن من الزمان. سندريلا البحر أو عدن الصغرى كما اسمها الإنجليز في عشرينيات القرن التاسع عشر الميلادي، إنها ثغر من ثغور عدن الباسمة، إنها البريقة. لنتابع. البريقة، عدن الصغرى كما أطلق عليها الإنجليز في عشرينيات القرن التاسع عشر،
إنها المنطقة الوحيدة التي تتقاسم الجبال مع عدن، فجبل شمسان الشامخ هناك جنوبي عدن يقابله في البريقة غربا جبل إحسان. هنا أكثر من ثغر يبتسم، وسندريلا البحر كما يحلو للبعض تسميتها تحكي روعة مكان في مدينة زاخرة بالكثير من مظاهر الجمال البيئي وعوامل الجذب السياحي. من الغدير إلى كود النمر، إلى المناظر، إلى الخيسة، تتصل شوارع المدينة وطرقاتها العتيقة لتشكل شرايين حياة. وتلك المنازل المطلة على البحر تؤسس لوجودها في مدينة لا تصدأ ولا يملها الزائرون. حتى القرن 19 الميلادي لم يتمكن السكان الأصليين للبريقة من تأسيس موطنهم الحالي، حيث كانت الأرض تعود لقبيلة العقربي التي انفصلت عن السلطة العبدلية اللحجية في العام 1770 ميلادية، ليؤسس شيخ العقارب منطقة مستقلة عاصمتها بئر أحمد. تشير المصادر التاريخية إلى أن مؤسسي منطقة البريقة ينتمون إلى حضرموت من آل السباع والشحاري إلى جانب آل الهنيدي وآل الرشيدي، وهم أول من سكن في البريقة وبحماية من قبيلة العقرب مالكة المكان حينها. جغرافيا المكان وجمال الطبيعة، تكتسب البريقة أهميتها قديما وحديثا، وتحافظ على نشاطها التجاري السياحي. بعد انتقال الميناء من كريتر إلى التواهي، أراد الإنجليز تأمين الجانب الغربي للميناء من ناحية عدن الصغرى، فقرروا إنشاء المصفات، وبالقرب منها أنشأوا محمية عسكرية خوفاً من الأطماع الدولية التي تتواجد بعتادها العسكري على مداخل باب المندب. إنشاء الإنجليز مصفاتاً لتكرير النفط في منطقة البريقة جعل من المنطقة محل نشاط اقتصادي وحركة سكانية وعالمية لم تعهد المستعمرة البريطانية مثلها. ومع مرور الأعوام تنوعت أنماط الحياة في البريقة وتعددت مظاهر العمران، وأصبحت المنطقة الصناعية الأولى في عدن. منطقة الخيسة الساحلية تستلقي جزيرة بربرية، فتبدو للمتأمل كلوحة بديعة تتشكل ملامح جمالها من الرمل والبحر والجبال. ساحل نظيف، المياه نظيفة ونقية، ورمال عبارة عن ساحل واصل متحرك، الرمال بيضاء، يعني اليوم رمل دقيقة بعد أسبوع عوامل تعرية تلاقي كل حجار متحرك، والناس طيبين متعايشين واخدموا الزائرين من أبناء عدن والمناطق المجاورة بأي حاجة يشتوها، وفي عشاش برضو بعضهم يأجروا.
بربرية جزيرة بيئية بحرية خالية من أي تلوث تأسرك بجمالها، فالبحر فيها غير البحر رغم تشابه المياه، وخليجها محاط بتجويف يحميه من العواصف، وهذا ما جعل من الجزيرة أكثر مناطق البريقة سياحة. وسط البحر تنتصب جزيرة الصليل، وفنارها الذي كان حتى الأمس القريب إشارة ضوئية لمرور البواخر نحو ميناء الزيت الحيوي الواقع قرب جزيرة حبان شمالي بربرية. تتشابه السماء والبحر هنا في الزرقة والجمال، ومن بينها تتراءى مدينة التواهي حيث تشرق الشمس وتغيب رويدا رويدا غربا خلف جبال البريقة. ستظل عدن جميلة بطبيعتها غنية بآثارها لتثبت للعالم بأنها مدينة ضاربة جذورها في عمق التاريخ الإنساني. اكتشف في مراحل مبكرة من الدراسة صوته الجميل، وصقل تعلمه لتلاوة القرآن الكريم موهبته في الإنشاد. إنه المنشد الواعد الفنان حسين عبد الصمد. لاجلك نبتسم حلوة ومرة، وزهر الحب فينا فاح عطراب، وعطرنا الدنا رايح وغادي. ولا في الأرض مثلك يا بلادي، على فنك يغني كل شادي شادي شادي. واجعل تربتك واحة وجنة كريمة والعطاء من غير منها. حسين عبد الصمد واحد من ألمع نجوم الإنشاد في عدن، وصوت فني أطرب جمهوره بكثير من الألحان. اكتشف في نفسه صوتا جميلا منذ أن كان في المراحل الدراسية الأولى، ومن خلال مشاركته المستمرة في الإذاعة المدرسية. كنت وأنا يعني صغير كنت يعني اسمع في يعني اسمع بي فيني صوت صوت جميل، وبدات يعني من ناحيه كمان ايضا في المدرسه من ناحيه الطابور الصباحي، يعني الاساتذه لما سمعوا انه في بي صوت وهكذا كانوا بحيث انه كل طابور يقيمونها قراءه القران الحكمه من هذه الناحيات. أحب حسين الإنشاد وأبدع فيه رغم المعوقات المادية التي تحول بينه وبين تحقيق ما يريد في عالمه الفني. كون مع رفاقه فرقة الآفاق الإنشادية التي كان لها مساهمات فنية عديدة في كثير من المحافل، وأحيت الكثير من الحفلات والأمسيات الفنية. والداي الله يطول بعمرهم دعموني في هذا المجال العمل الفني،
ثم من شباب أصحابي مثل الأخ الأستاذ جميل جمال، والله يعني أخذ يعني يتكلم معي في أمور الإنشادية من ناحية الخروج، من ناحية جابلي انطلاقة في تكوين فرقة، في تكوين حفلات كانت تشارك فيها، يعني أي حفل كان يستوي أو شيء كان يستدعينا بحفلات، حتى لو حاجة بسيطة كذا من الحفلات كانت أخرج فيها، وفي مساجد إنشادية، في أمسيات، من هذه الأشياء. ثم الأخ يعني جزاه الله خير نورس الحاج، كنت في بداية الأمور هو من عنده ناحية الانطلاقة الحماس عنده في هذا البداية الطريق، يعني في الفرقة الإنشادية، بحيث هنا بدأت الانطلاقة من هذا المجال من الفرقة. يعني كنت أقرأ القرآن وسمعوا فيني صوت جميل، وبدأوا يعني من الشباب من المعروفين كوننا فرقة إنشادية. بسواد حزن يرى الحياة كئيبات، فذقت طعم سعادة وحنان، اليتم أبدلني الحنان قساوة، والحب بمنشد عدن بعد فوزه بالمرتبة الأولى في مسابقة الإنشاد عام 2012 عن أغنية طفولة الحرمان، ولازال ينتظره الكثير من النجاح، فالمستقبل بالنسبة له واعد بالأمنيات، والإنشاد مهنته وعشقه الأزلي. حصلت صعوبات في بداية الأعمال، وإنما قبل ما أبدأ في أمور التسجيلات كنت يعني أحصل دعم يعني من شباب من أصحابي في أمور أيضا الجانب المادي في الإنشاد، وأيضا من أهلي جزاهم الله خير يعني ساعدونا في مجال الجانب المادي، بحيث إنه انطلاقة في مجال الإنشاد. في 2012 قدمت في مهرجان منشد عدن، وبفضل الله سبحانه وتعالى طلعت المرتبة الأولى، وهذه الأنشودة هي الذي حصلت منها الانطلاقة في بداية المسيرة. يا نجم أهينا بالحنون بقلبه، من لو راني معذبا لفداني، لما الزهر مبتسما من الولهان، أنا من فقدت حنان أم وارف، مثل الربيع بروضة الريان، صدري يحن للمسة بأكفها، ليذوق دفء الحب
حسين عبد الصمد، وعلى الرغم من كل المعوقات التي تقف أمامه إلا أن حب الإنشاد يجري في دمه مجرى الدم ويحيط حياته بطموح نحو إنشاد ما هو جميل وجديد. بلادي يا بلادي، بلادي يا بلادي، يا بلادي، تلاقينا على نهج المحبة وانت في خطانا كل صعبة، وبالأنوار خط الشعب دربا ولبى للعلا صوت المنادي. ولا في الأرض مثلك يا بلادي، يا بلادي، على فريك واني كل شادي، شادي لك على دفة فؤادي. بلادي يا بلادي، يا بلادي، بلادي يا بلادي، يا بلادي. وفي ظل التشاور والتحاور تجمعنا وقوينا الأواصر لتصحيح المسار، الشعب قادر، شعار الكل جينا يا بلادي. وفي ظل التشاور والتحاور تجمعنا وقوينا. مشاهدينا الكرام، طيب الأوقات يمضي سريعا ووقتنا معكم لهذا الأسبوع قد انتهى. ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وإلى اللقاء.